ومن بعد تيبقى Allô? Oui, C'est bon, je peux reprendre? Yala. دونك كيف ما قلت لك اسيه كاينين واحد المراحل تنديروهم قبل مثلا ندخلوا الجلسه ديال ازاله الشعر بحال باغ اكزومبل نحيدوا الزغب بالشفره باش كنوصلوا لواحد المرحله ديال النمو اللي هي قابله للازاله باللازير بحال تنحيدوا لي بوان باش ما تيعاودوش يرجعوا وكيبقاو من بعد يعني نديروا في المثال غادي نديروا ازاله الشعر من هذه المنطقه ديال لي زافون برا الذراعين بالنسبه للذراعين ملي غادي نبداو نديرو غادي تمشي عند هذيك الاخصائيه في لاكابين غادي تبداي معاها الحصه غتقول لك فوالا غتشوف لك ليطال ديالك كتقول لك تقدري تحتاجي من 6 حتى 7 الحصص او 8 او 9 او 10 في المثال حنا كنقولوا جيتي نامبورتا كو تنقولوا مثال ملي غادي تبداي تقربي بلوس كتقربي في نهايه هذاك لو كارني ولا نهايه هذاك العلاج بلا غادي يولي ايفيدون انك ضروري ديري واحد لي سيونس دو رابيل حصص عاوتاني غادي ترجعي بحال غادي ترجعي تي روباس ديغيير واحد لي بوان اللي ما كنتيش قدرتي تحيديهم ديفينيتيفون حيت كانوا ما واصلينش لهذيك ليتاب ديال ليبيلاسيون ديفينيتيف دونك غادي تبقاي ديري دي بيتيت سيونس اون فوا باغ ان اون فوا باغ 6 موا سا ديبون عندها الخاصيات ديالها الخاصين في كل بلاصه كيفاش تينوض ليها الشعر حيت شي تيكون عنده علاقه بالهرمونات بليتا دو سانتي دو لا فام ب لا لو سيكل ديالها با مال دو شوز دونك كل كا راه مغاير على لي زوتر كا وبيان سور تقنيات ديال لازير راه تقدموا ولا بلوزيغ تيب دو لازير بلوزيغ تكنيك و يعني كاينين نتائج زعما ماشي غير مستحسنه نتائج جيده جدا ديال ازاله الشعر باللازير سولتيني على اضرار شوفي الاضرار كاينه في كاع اي اجراء نقول لك واحد الحاجه اي اجراء تجميلي طبي ما غاديش نوصلوا حنا لهذاك الشيء تاع الجراحه اللي تيديروا به هذا ولكن غادي نهضروا ضروري عنده واحد لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون وكل بشره ولا كل سيده عندها الخاصيات ديالها اللي كيميزوها كاينين بعض النساء اللي تيكونوا ما عارفينش انهم عندهم واحد الحساسيه من شي حاجه ولا غير يقدروا يرياجيو غير يقدروا يديروا واحد لا رياكسيون لشي حاجه نعطيك في مثال تقدري كتمشي بعض المرات كتسمعي على واحد المستحضر التجميلي اون كريم اون كريم لي ايدغاتون ترطيب تستعملوا جميع السيدات كيستعملوا الترطيب جو بونس من الاساسيات سي لو بي ا ديال لو ميك اب العنايه بالبشره سكين كير هادوك لا كريم تقدري تشريها من ارقى مركز وتقدري زعما لو بودجي ديالها يقدر يوصل حتى ل 1000 درهم فوار بلوس وتقدر ملي ديريها ما توافقكش قلت لك واحد الحساسيه تشف لك لابو تعطيك واحد شويه ديال ليغيتاسيون تقدري تبداي تحكي من بعدها ما تقدريش تعرفي اي تو في اون رياكسيون هاد لو بوين تيوقع بزاف للنساء كاينين اخصائيه تجميل وتعانيو من هاد المشكل دونك يعني لا رياكسيون ما عمرتش كونت حيت اي حاجه عندها شاك اكسيون عندها لا رياكسيون ديالها لو بلو كورون في لي سيونس ديبيلاسيون ديفينيتيف يعني سكي مانداتوري سي دو بورتي هادوك لي لونيت ديال لو لازير بور بروتيجي لي ريون بروتيجي لي زيو سا سي لا بروميير شوز ا فير ايفيدامون دان لي سنتر كي سون بيان ايكيبي اي تو بيان سور لي ماشين تيكونو بروغرامي يعني لا ماشين كتكون بكل لا زون ديبيلاسيون كتكون عندها لو بروغرام ديالها كي ديجا انستالي سور لا ماشين يعني هذيك السيده اللي غتمانيبولي لا ماشين ولا هذيك الاخصائيه تتكون ديجا هي ما عندهاش بروتوكول لانه حددوا هذوك لي فيزيسيان اللي صوبوا لا ماشين في الاول زون ديتيرميني ان بروتوكول دو ديبيلاسيون ديفينيتيف بور شاك بارتي دو كور ان بروتوكول ديال باغ اكزومبل المناطق اللي تيكونوا في الوجه ولا في البلاصه الحساسه تيكون عندهم على دوطخ بارتي اللي تكون فيهم كثافه ديال الشعر بزاف بيان سور سي بيان ديتر طول طون سورفيي باغ اخصائي ديال الجلد ولا اخصائي ديال التجميل سي توجور بيان اي سكي كونسيي زعما كينصحوا به الاخصائيين ديال الجلد هو دائما نفي ان تيست
دو زون، سيتادير كنبداو بواحد لا بارتي صغيره تنابليكيو فيها لو جيل في الاول، وتنحاولوا نبداو لو بروتوكول او موا اون سيونس باش نشوفو كومون لا بيرسون ايل رياجي. يا با دو ديريتاسيون، يا با دو لو ريسونتي ان جينيرال، باش نقدروا نخدموا افيك اون كونفيونس اي متيقنين، لان دائما كل جلد عنده المميزات ديالو، كل جلد تيبقى الحساسيات ديالو بوحدو، واخا نكونوا حنايا واخدين جميع كومون دير، واخا نكونوا واخدين جميع الاحتياطات اللازمه، ضروري تيست اند ليرن، تيست اند ليرن، اون في ان تيست سور بوغ اتر سور دو بروتوكول. فوالا. تبارك الله عليك. صراحه هذا الموضوع ديال ازاله الشعر بالليزر موضوع اللي كبير بزاف وفيه بزاف ديال المعلومات، واللي حتى اللي شرحتي لهم واللي الناس ما كانوش عارفينهم، يعني حتى الاضرار ديالو بالنسبه ل انت ذكرتي بزاف ديال الاحتياطات بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه وبغاو انهم يديروا ليزر. Il faut voir le protocole et les gens qui ont les allergies, ça va après ça. Il y a des gens qui ont un médecin, un centre de laser où la supervision elle est réalisée par un médecin esthétique ou là, un dermatologue. Le risque il est quand même important. C'est plus inquiétant qu'autre chose. Il vaut mieux partir chez un spécialiste qui a un peu de recul, ou là, un marquez qui il existe depuis un bon nombre d'années. Yani, d'azur lihom, hiddat halat, chafouhom, kain wahed le recul, kain l'expertise, et hta les machines, elles sont très, très, très importantes. D'abord, on est flavellement dans les nouvelles technologies. Il y a plusieurs machines qui arrivent de la Chine, qui circulent sur les sites, par exemple. Je vais pas citer de nom, mais qui est une des marques, elle est tibio, les machines, des lasers, des épilations, des tatouages. Il faut faire attention parce que donc les machines peut-être ne sont pas adaptées, les protocoles qui sont enregistrés sur ces machines-là, mais qui connaissent, qui doivent comme à l'ethnicité ou la carnation de peau du Maghreba. Au Maroc, on a une peau méditerranéenne. Il faut rester plus sur des choses qui vont avec les peaux. Parce que je pense que c'est une réaction parce que c'est souvent difficile de traiter par la suite des réactions à des protocoles de laser. Ça reste quand même sensible. Je t'en prie. La est belle, ma chérie. يعني كاين بزاف ديال الاسئله بحال الهام ام امير كتقولنا بلي الليزر يحرق الزربه كتعرف الا با تور الا با تور. Déjà, le laser, il va agir pour être la partie de croissance de le poil. Elle dit que la partie mahdouhoua kser, mahdouk tu peux intervenir dessus. Une fois il dépasse aoutani wahed la longueur, il faut aoutani renouveler le cycle de croissance du poil. شكرا لك ماشا، وشكرا لكم مشاهدينا على الانتباه ديالكم. عرفتي كاينين اسئله اخرى؟ كاينين اسئله للناس غير كيقولوا مزيان كياخذوا معلومات، كاين اللي كيقول ما كنتش عارف هادشي كامل على الليزر، فهذه حاجه زوينه ان احنا نوضحوا الراي العام ونعطيوهم معلومات في عده اختصاصات. فتبارك الله عليك ماشا، ما سخيناش بيك، ولكن وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. نعود نتلاقاو معك قريب في القريب العاجل ان شاء الله في مواضيع جديده في اي وقت. مرحبا بك.